برحب بحضراتكم مرة تانية. ويمكن دايما في الأوقات اللي زي دي بأكد إن إحنا كنا بنأكد أنا وأحمد من بداية السادسة وبداية قناة الأهلي، كلنا في قناة الأهلي، إن إحنا صوت الجماهير، وإن إحنا بنوصل أي حاجة الجمهور عايز يقولها، وإن إحنا ناس بتنتمي قبل ما نبقى إعلاميين في قناة الأهلي، إحنا كجمهور النادي الأهلي يفرق معنا جدا إن إحنا نتكلم في وقت الحق ووقت حق النادي الأهلي. وإن إحنا لما يبقى لحد دلوقتي ضايع مننا 4 نقط كده بالساهل في مباراتين علشان في مشاكل تحكيمية، طبيعي إن إحنا نبقى بنتكلم إنه في حالة من الغضب عند جماهير النادي الأهلي. لما بنتكلم على مباراة وادي دجلة اللي لم يتم احتساب فيها ركلة جزاء صحيحة لأحمد رمضان بيكم، واللي ضيع مننا نقطتين طبعا مهمين جدا خصوصا في مشوار الدوري وبدايته، دايما بقول قد ايه انه مهم جدا الحقيقه المباريات الاولى في الدوري المصري، ولما يجي في مباراه امبارح برضو البنك الاهلي يبقى فيه خطأين في التحكيم، يبقى هنا في مشكله وفي اسئله كتير وفي علامات استفهام كتير. ده بيحصل ليه؟ يبقى لما يجي جمهور النادي الاهلي يقول انه هو في حاله ترصد او في حاله من انه الناس عايزه توقع النادي الاهلي او تعرقل مسيرته في الدوري، يبقى من حق كل واحد يفكر تفكير زي ده بعد اللي احنا بنشوفه بيحصل. غلطات بتبقى واضحة وضوح الشمس يا أحمد، إنها ما تتحسبش كده.